بسم الله. ال RFI request for information، طبعا في البيم في RFI تاني اللي هو امتداد الملفات المشتركة بين البرامج البيم المختلفة. تمام، ال RFI تقدر تيجي تعمل سيرش على اي RFI في المشروع، تمام، والتاريخ بتاعه من امتى لامتى، او ممكن تقول له اد RFI، انا عايز اضيف RFI جديد. تمام، هتبدأ تكتب اسم ال RFI دوت، والسؤال اللي انت عايز تسأله، ولو في اقتراح او اجابة معينة، في ريفرنس معين. الريفرنس ده قد يكون صورة او دوكمنت، ملف او سناب شوت هتاخده من قلب المشروع. تمام، هتبعت الحاجة دي التاريخ بتاعها من امتى لامتى، ومثلا 21/30، مين الشخص دوت اللي المفروض ان هو هتوجه له RFI. فده بينظم الموضوع، بدل ما يبقى ايميلات وتبقى تايه فين الايميل بتاع، لا هيبقى كله RFI. تمام، وتقدر تسيف ال RFI دوت، تقدر تقفله ال RFI، تقدر تعمل له اكسبورت. تمام، او بقى موجود معايا، فتقدر تعمل سيرش عليه سواء بالرقم، بالعنوان، بالكويشن او الانسر، وتقدر تقول له انا عايز اعمل فلاتر اشوف بس الحاجات اللي هي الاوبن او الدرافت وهكذا. تقدر تعمل كاستمايز للحاجات بحيث اللون الدرافت ده يبقى لون اخر غير دوت. فده بينظم لي موضوع الاستفسارات اللي موجودة عندي، وتقدر تعمل ريبورت بالمشاكل الموجودة وتبعتها ايميل او تبعتها PDF.